طيب تعالى ننتقل لخبر آخر، وأنا أعتقد أنه هو رائع جدا، متعلق بالشهادات الصحية للعاملين. إيه هي الشهادات الصحية للعاملين؟ تعالى نشوف كده التفاصيل بتاعت هذه الشهادات، وناخد معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. ازيك يا دكتور حسام؟ مساء الخير يا استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك. عامل ايه؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله، تحياتي لحضرتك يا استاذ. تحياتنا لحضرتك. دكتور حسام، الشهادات الصحية للعاملين في مجال التغذية، احنا نسمع الاسم من زمان، لكن ايه هي هذه الشهادات؟ ايه هي التفاصيل الجديدة المتعلقة بها والمتعلقة بإصدارها؟ الشهادات الصحية للعاملين في مجالات التغذية هي وثيقة بتؤكد خلو العامل بتداول الأغذية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، وبتضمن للمتعامل مع هذا العامل وصول غذاء آمن وسليم. هدف الشهادات ده زي ما قلت لحضرتك كده، هي الضمان الصحة العامة، سواء للعامل في مجال التغذية أو للي بيتعامل معاه وبيشتري منه أو بياخد منه الغذاء. احنا عندنا على مستوى مصر ما يقرب من 982,368، يعني بنتكلم على مليون. تقريبا عامل على مستوى الجمهورية في مجال تداول الغذاء، وفي عندنا 251 مركز للفحص والكشف على المشتغلين في مجال الغذاء. ما اللي كان بيحصل قبل كده انه العامل او في مجال الغذاء بيروح لواحده من المراكز ديت وبيقدم طلب وبيكشف، سواء من خلال الكشف الاكلينيكي الظاهري او التحاليل المعمليه او الكشف على الصدر، وبعد كده بياخد شهاده مختومه بختم شعار الجمهوريه بتقول فيها ان هو سليم. الفكره اللي احنا بنشتغل عليها وان شاء الله ستطلق للنور قريبا، ان يتم ميكنه هذه الاجراءات. يبقى بيتم من خلال الموقع الالكتروني التقديم وتحميل البيانات الخاصه بالعامل، هيجي له ميعاد للكشف في اقرب مركز للمراكز، هيروح يكشف، وبعد كده بيتم تحميل النتائج والاشاعات بنتيجة الكشف الإكلينيكي على الموقع، ثم إصدار الشهادة من خلال الشهادات المؤمنة، وحدة الشهادات المؤمنة التي افتتحها السيد الرئيس، ثم بعد ذلك من خلال البريد بيتم إرسال الشهادة دي للعامل على عنوانه. فإحنا كده بنسهل الإجراءات، بنطمئن من عدم وجود اي نوع من انواع التلاعب في الشهادات، وتصل الى المستحق بشكل سريع الى المكان اللي هو بيحدده على عنوانه. وفي نفس الوقت بيبقى عندنا قاعده بيانات واضحه جدا بتقول العاملين اللي كشفوا اللي ما كشفوش، اللي حصلوا على هذه الشهادات، مواعيد تجديد الشهادات عشان يبقى في ارسال بشكل مميكن برضو للعاملين. أيوة، هي بتتجدد كل قد ايه؟ بعد الفحص والتجديد قرب، يبقى في ربط باماكن اصدار التراخيص للاماكن اللي بتقدم التغذيه، عشان برضو يبقى عندهم درايه وقاعده معلومات واضحه يقدروا فيها يعرفوا العاملين في المكان ده تم الكشف عليهم وحصولهم على الشهادات التي تثبت خلوهم من اي امراض او لا. الهدف في النهايه هو الصحة العامة للعامل والمتعامل معه وللمواطنين، في النهاية مزيد من الحياة الكريمة للمواطن المصري. طيب، يجي على بالي بصراحة كذا سؤال. دورية تجديد الشهادة ومن ثم تجديد الفحص الطبي بتبقى كل قد ايه يا دكتور؟ يعني في المرحلة الحالية احنا بنتكلم على التجديد السنوي، لكن الفحص الطبي بيتعمل كل سنة، لكن المتابعة والرقابة ممكن بتبقى بشكل غير منظم وقتيا، يعني ممكن يبقى في مرور بشكل دوري، سواء شهري سواء أسبوعي سواء كل شهرين، يعني هناك مرور دائم من الزملاء في قطاع الطب اللقائي العاملين في الإدارة العامة للتغذية على أماكن تقديم
الغذاء بشكل دوري لكنه غير محدد وقت ثابت. طيب السؤال الثاني، هل كل المنشآت اللي بتقدم أكل وغذاء للناس محصورة؟ يعني المليون واحد دول هم فعلا كل الناس اللي بتشتغل في هذه المهن؟ يعني أنا أقدر أقول مثلا حصر على مستوى الأوتيلات والمطاعم الكبيرة والحاجات المرخصة، الكافيتريات الصغيرة والحاجات اللي ممكن تبقى موجودة في الشوارع أو الشوارع الصغيرة وما إلى آخره، وفي المحافظات وفي القرى، هل كله مشمول ولا لسه جاري جمع المزيد من البيانات؟ لا، البيانات للمليون دي دولت المسجلين فعليا اللي أصدروا شهادات فعليا، لكن قد يكون، ولهذا ده جزء مهم من الميكنة، أنه يبقى عندي قاعدة بيانات بيتم مراجعتها بشكل دوري وقاعدة بيانات مميكنة، وفي نفس الوقت يبقى عندي القدرة من خلال الكشف على العاملين من خلال الرقابة هل هم مسجلين في قاعدة البيانات وحاصلين على الشهادات ولا لا. ده هيمكننا من سرعة الكشف او سرعه اصدار الشهادات للناس اللي ممكن دخلت وتكاسلت عن الكشف، او صاحب العمل ما كانش مهتم قوي بمساله الكشف. فجزء مهم جدا من الميكنه هو القدره على الحصر الدقيق لكل العاملين في مجال التعامل مع الاغذيه. طيب هل يوجد لدينا اليه ما انه اللجان بتتحرك بشكل زي ما كنا بنقول ايه اللي هو ايه، مش هسميه عشوائي لكن هو بشكل غير منظم، بحيث انها تشوف والله ده المحل ده بيقدم اكل بس يا ترى هو مرخص ولا لا، وهل العاملين اللي عنده اصدروا الشهاده او بالاصح على الاقل قدموا طلبات الاصدار ولا لسه؟ ما انا ممكن يلاقي محل مش فاتح، مش عامل لي ترخيص بس فاتح، فهل في لجان بتطب كده وتبص وتشوف؟ في لجان وفق القانون رقم 10 لسنه 66 والقرارات الوزاريه اللي اخرها كان قرار وزير الصحه 243 سنه 2016 بتنظم اعمال الرقابه والبطيه القضائيه لمفتشي الاغذيه التابعين لقطاع الطب الوقائي. وزي ما حضرتك قلت، هو المهم الا تكون المواعيد الزيارات مرتبة ومعلومة تلفا للعاملين في أو الأماكن التي تقدم التغذية، وفي تنسيق الحقيقة كامل مع وزارة السياحة للتعامل مع المنشآت السياحية التي تقدم خدمات التغذية أيضا. طب هل من الممكن في مرحلة قادمة أو لاحقة يبقى الشهادة ما بتصدرش كل سنة، يعني تصدر كل 6 شهور أو تصدر كل 3 شهور، بحيث أن أبقى مطمن على صحة مقدم الخدمة؟ يعني هي مش الفكرة، مش توقيت تجديد الشهادة على قد ما الفكرة أنه يبقى في رقابة دورية على فترات قريبة لتأكد من السلامة الصحية طبعًا للعاملين في مجال التعامل مع الغذاء. طيب انا بشكرك جدا يا دكتور حسام، كل الشكر. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.